بكل الخير والرضا يا رب، دايما يتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلونا سريعا نتذكر ان بين السطور من اول من اشار ان 2017 هو عام اللعب على المكشوف، والحقيقه اللعب على المكشوف مش بس جوه مصر ولا في الاقليم، ده على المسرح الدولي. وبدايه اللعب على المكشوف الواضحه الجليه كانت في الانتخابات الامريكيه، والانتخابات الأمريكية اللي العنوان فيها كان الصراع ما بين بريطانيا وروسيا، بريطانيا وروسيا، قبل بريطانيا ما تتسلم المفاتيح. بريطانيا كانت شايفة إن هيلاري هتكمل الأجندة بالنفس البطيء لحد ما تستنفذ كل اللي هي عايزاه في إعادة رسم خرائط الإقليم. روسيا كانت عايزة تغير الدفة علشان في معارك كتير جاية في القارة العجوز في أوروبا وفي مناطق النفوذ الروسي القديمة، محتاجة أنها تلعب بطريقة مختلفة. الصراع ده والخناقة دي كانت بين الرمزين اللي حضراتكم بتشوفوهم على الشاشة قدامكم دلوقتي، ما بين الروس وما بين الإنجليز. وما بين الروس والإنجليز المعركة اتقالت بمفهوم الصناديق ومفهوم الأرض، إن روسيا كسبت الجيم لأن اللي فاز كان ترامب عكس كل التوقعات. المعركة دي ما انتهتش بهذا الشكل على الإطلاق، لأن تريزا ماي والشيطان الإنجليزي القديم على عاتقه طول الوقت لازم الملعب يفضل مفتوح، فكانت لابد أن تقلب النتيجة فتخرج منها بقدرة قادر بأنها تخلي ترامب قائد أو رئيس أو السي او بتاع شركة أمريكا، وتفضي الدور تماما باستلام المفاتيح بإيدها، فتطلع منها كسبانة أكتر من روس، وتنتقل المعركة لمعركة تكسير عظام بامتياز على أراضي فرنسا أول الملاعب الأوروبية. فالمعركة تبقى بهذا الشكل اللي الكل هيشوفه لحد لحظة إعلان النتيجة على الأراضي الفرنسية. أولاً تشيطن لوبان، فلازم تبقى هي، حتى احنا الإعلام المصري والعربي والإعلاميين بدل ما بيقولوا التيار القومي الأوروبي بيقولوا اليمين المتطرف، مع ان نتنياهو يمين. هل هو يمين متطرف؟ واحنا امتى بنقبل وامتى ما بنقبلش؟ فالمعركة تطلع من اللي قدامنا ده علشان تبقى ما بين روسيا ألمانيا، اللي في لحظة كان في توافق ما بينهم بعد مشهد أوكرانيا. علشان كده تعالوا نطلع من الفيديو اللي قدامكم ده علشان نسترد الأرض بطريقة مختلفة. طب الملعب على الأراضي الفرنسية، الملعب الألماني الروسي، العنوان ده بيقول الروس بيستعجلوا تفكيك وحدة الاتحاد الأوروبي لأن مصالحهم إنهم يتعاملوا مع كل كيان بشكل فردي. الألمان بيستشعروا إنها هزيمة محققة لو لم يستطيعوا الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي. مين اللي بيلعب من الخلف؟ اللي كسر وحدة الاتحاد الأوروبي، يعني الإنجليز برضو، بس الإنجليز في المشهد الفرنسي بيلعبوا تحت مظلة الصهيونية العالمية. فتلعب المرة دي بماكرون اللي دخل السباق، ولازم نسميه مرشح المفاجأة، مرشح اللي نازل يقش، اللي بيسموه بمفهوم ورق الكوتشينة مرشح الآس، ده اللي نازل يشيل الترابيزة. علشان كده لازم ينزل بمفهوم رجل الأعمال النموذج الجديد زي ترامب، ينزل مدعوم بكمية أموال مش مفهوم أولها من آخرها، 5 مجلات مهمة تعزز صورته، وفي نفس الوقت يقدم نفسه بوصفه النموذج الجديد والشاب، في نفس التوقيت اللي بيتم فيه استمرار حالة شيطنة لوبان. احنا في مصر لا كنا موجودين في الانتخابات الأمريكية ولا في الفرنسية ولا في الألمانية، احنا نستدعى كحالة، يعني لوبان تتكلم عننا، ترامب يتكلم عننا، وفي الانتخابات الألمانية القادمة ميركل هتتكلم عننا.
بس هم بيستدعونا، لكن كل اللي من الإقليم اللي بيرهنوا في هذه الرهانات بيرهنوا على الصورة مش على الحقيقة مش على الأصل، يعني بيرهنوا على التايواني مش على الأصلي باللغة العامية بتاعتنا. ليه؟ لأن من جوه المشهد الفرنسي لازم نبص كويس مين اللي واقف في ظهر ماكرون وبيحاول ينزل كل الأصوات. تعالوا نطلع من المشهد ده لأنه ماكرون لسه الأيام هتكشف عنه كتير. لو قلنا أن ماكرون مرشح الصدفة ومش المرشح الأصلي، ده الستيب وده مرشح الصهيونية العالمية، يبقى لازم نبقى واخدين بالنا أن الإنجليز بيلعبوا بيه في قماشة فرنسا لأهدافهم، لأن مش مطلوب الروس دلوقتي يتعاملوا مع الكيانات والدول الأوروبية بشكل فردي، مطلوب يتعاملوا معاهم كاتحاد لحد ما الإنجليز يقرروا إن ده التوقيت الأصلي لكسر الاتحاد الأوروبي. طب ده معناه إيه؟ مين هي أدوات الصهيونية العالمية؟ تعالوا نفتكر مع بعض، هو مين اللي قرر يستغل الأديان كل الأديان ويشتغل عليها مبكراً؟ مش هي برضو الصهيونية العالمية هي اللي اشتغلت على اليهودية وهي اللي اشتغلت على المسيحية وهي اللي اشتغلت على الإسلام؟ تعالوا نشوف مين اللي بيعزز وصول ماكرون وهو يكون الرئيس للجمهورية الفرنسية الجديدة اللي يعلن في هذا المساء. تعالوا نشوف كده قناة الجزيرة عنونت وقالت ايه بشكل مبكر جدا علشان نشوف اللعب اللي على المكشوف اللي شغال ده. لما اقول لكم ان المنظمات الاسلاميه الجزيره بتبروزها وتقول في عنوان بارز، المنظمات الاسلاميه في فرنسا تدعو للتصويت لماكرون. ده معناه ايه؟ والجزيره نازله بتقولها في الملعب الفرنسي بهذا الشكل ليه؟ وتعنون عنوان زي اللي قدام حضراتكم ده علشان تاخدنا لحد فين؟ وليه تلعب على ورقة ماكرون؟ ده اللي يهمني ان انتوا تعرفوه. لازم نعرف ان تيارات التأسلم السياسي كلها هي أداة في يد الصهيونية العالمية، لان احنا من المبكر جدا لما قلنا ان دول خوارج العصر. لما الجزيرة تصور ماكرون زي ما حضراتكم شايفينه كده وتقول ان دعمه هو ضرورة أخلاقية، ده لعب تاني باسم الدين، حتى في مشهد لا ديني، حتى في دولة أوروبية زي فرنسا دولة علمانية، بس هم بيخاطبوا الأصول العربية. الجزيرة بتوجه النوع ده من الخطاب للجاليات العربية اللي موجودة في فرنسا، لدرجة إن اليوم السابع التقطت ده سريعا وقالت إن مسجد باريس الكبير، واحنا عارفين لعبة المساجد ومين أنشأها في أوروبا ولصالح إيه، بيدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة لماكرون. ياه، تصدقوا لو قلتلكم إن جماعات الإسلام السياسي وأجهزة الاستخبارات اللي بتشغلها جهزت أتوبيسات في كل المدن الفرنسية علشان تحفز الناخب من أصول إسلامية وعربية علشان تنقلهم علشان يصوتوا لماكرون؟ طب انتوا عارفين هم بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم لوبان بتقول ان هي ضد الأصول العربية وهي ضد الإخوان المسلمين وهتسمي جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لكن ماكرون بيقول إن اللي هيشيل السلاح ضد الفرنسيين هنعاقبه، لكن إحنا مش هنسمي الإخوان جماعة إرهابية. تخيلوا المشهد واخدنا لحد فين؟ ما أنا بقول لكم اللعب بقى على المكشوف بشكل كبير جدا، لدرجة إن الحالة المصرية اللي بيتم دعوتها سواء في خطاب ترامب أو في خطاب لوبان، في خطاب لوبان الاستدعاء ده لا يمكن تقبل بيه تريزا ماي ولا انجلترا، فلازم تقطع الطريق. قطع الطريق على الحالة المصرية في الحرب على الإرهاب، في قدرة القائم على عملية التغيير على مواجهة هذه الحالة حتى لو في بطولة فردية لحد دلوقتي.
شكلت حالة، الحالة دي بتزعج وبتقلق انجلترا جدا، لدرجة ان تريزا ماي قررت انها تقطع على هذه الحالة بحركات كتيرة جدا لازم نستدعيها الان، لان اللي بيحاولوا يصوروا ان احنا جزء من مشهد انتخابات فرنسا ده تصوير خاطئ. تعالوا نبص كده ازاي تريزا ماي قررت تدخل الفناء العربي مباشرة وتبقى موجودة سواء عن طريق تركيا او حتى عن طريق بعض الممالك في الخليج. تعالوا نفتكر مع بعض الايد البريطانية اللي قررت تدخل المنطقة وتشكل نقاط نفوذ في مستعمراتها القديمة. تعالوا نفتكر حجم وكمية يعني نقاط الارتكاز البريطانية اللي استبقت حتى وصول ترامب سواء في يعني القواعد العسكرية والقواعد البحرية اللي بقت موجودة في الخليج. محتاجين نرجع تاني نفتكر الكلام ده كويس علشان نتفرج على ايه اللي بيحصل في الإقليم. لازم نبقى واخدين بالنا، هي طول الوقت بتبقى محتاجة تخلق عدو في الإقليم، فالعدو السهل انها تسميه وتوصفه هي ايران. ايران اللي دول 5+1 لما تعوز تصالحها وتدعمها تساعدها، ولما تعوز تصورها هي شيطان الاقليم فتشيطنها، ولازم تتشيطن علشان يبقى في المقابل في القاعدة البحرية البريطانية، علشان يبقى في المقابل التمركز بتاع الناتو في الخليج. لازم توفر المبررات والحجج، لدرجة ان كاتب بقامة عبد الرحمن الراشد بيعنون في مقاله وبيقول ناتو عربي ضد ورسو ايراني. بس حلف ورسو ده جزء من الماضي في زمن الاتحاد السوفيتي السابق وانتهى. مين اللي هيبقى حلف ورسو؟ هل بنتوقع ان هو بيشير لايران في مواجهة الناتو؟ وهل العرب هيقبلوا انهم يلعبوا حتى بالاستعارة باسم الناتو؟ ولا الحالة العربية بتقول إنها حالة مختلفة؟ مهم جدا اللي احنا بنقوله ما بين سطور كتيرة قوي النهاردة. طيب ليه احنا استدعينا عنوان عبد الرحمن الراشد؟ لأن الحركة المكوكية اللي بيقوم بيها الرئيس المصري في منطقة الخليج العربي اللي بدأت من زيارة السعودية، كتير من البسطاء واللي بيستعجلوا القراءة راحوا بسرعة انهم يتكلموا عن حالة اقتصادية وبحث في مصالح اقتصادية مشتركة او حتى معونات. حقيقة الامر ان المسألة لا تقرأ من الباب الاقتصادي هذه المرة على الاطلاق. المسألة تتحرك بقدم قوية في منطقة الخليج في محاولة ربما تكون اخيرة او قبل الاخيرة، علشان زمن الاستفاقة لن يمنحنا كثيرا من الوقت. الجميع بيرتب أوراقه، البريطانيين بيلعبوا معركة تكسير عظم تحت مظلة الصهيونية في الانتخابات الفرنسية اللي هي حلقة أولى من الانتخابات الألمانية القادمة، وفي المقابل الرئيس المصري بيحاول بجهد جهيد إن الدنيا تبقى ضمن إطار اللعب على المكشوف واضحة للجميع، لأن ترتيبات الإقليم بتقول أن القادم إذا لم نعتلي فيه منصات حقيقية ربما نقوض. وده معناه اللي كان بيقوله الباحث فادي عيد بالأمس، أن ملعب الإمارات وأن الإمارات تكون حاضرة في المشهد الليبي بهذا الشكل، بيقول كمان أن احنا محتاجين مائدة مفاوضات سلطنة عمان علشان نغلق الملف اليمني اللي مظاهراته ومتغيراته ستفرض بظلالها مع الحركة الكبيرة اللي بتحصل في الإقليم والعالم. من فضلكم احنا في بين السطور مع كل الجهد اللي بنحاول نبذله، قراءة مشهد انتخابات فرنسا سواء وصل ماكرون او وصلت لوبان، الصراع صهيوني بيد بريطانيا، وإن بدا الملعب ألماني روسي وما هي إلا مقدمة للانتخابات الألمانية، واللي جاي أصعب لو قعد ماكرون إحنا رايحين في مشاكل أكتر، لو جات لوبان المواجهة هتكون أصعب،
والمسألة إحنا المنطقة العربية كلها لسنا طرف فيها. اللي بيستغل الإسلام السياسي والمساجد هو اللي بيلعب. وتذكروا من صنع الإسلام السياسي كانت الصهيونية العالمية. التفاصيل كتيرة قوي، بس لازم بين سطورها نبقى متأكدين إن اللي هيقدر يفهم كويس هو اللي على الأقل هيجهز نفسه للي جاي. بعد الفاصل. دوما يتجدد بالخير يا رب، وخلونا في بين السطور عينينا ما تغيبش عن اللي مفروض ان احنا نروح له ونشوفه. تعالوا نتذكر معا من المناظرة الأخيرة اللي جمعت ماغي لوبان مع ماكرون، واللي اتهمته فيه بشكل واضح وصريح بانه بيدعم جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتشددة. تعالوا نسمعه. طبعا الاتهام المباشر اللي وجهته ماغي لوبان لإيمانويل ماكرون، واللي قالت له فيه بشكل واضح ان هو يعني بيدعم هذه الجماعات المتشددة والجماعات الإرهابية. والكلام ده الحقيقة ما هوش كلام مرسل من لوبان، يعني زي ما البعض بيقول، لأن لو خرجنا من هذه المناظرة الأخيرة أيا ما كانت النتائج، اللي يهمنا نعرف سياسات اللي هيقعد في الإليزي، يكون هو يكون هي، مش دي مشكلتنا الأسماء. طيب قنوات الجماعة اشتغلت على المسألة إزاي؟ مهم جدا علشان نشوف هل الست دي زي ما الإعلام شيطانها. انتوا فاكرين طبعا الاعلام كان بيشتغل على ترامب كمان ازاي يعني. تعالوا نشوف قنوات الجماعه الارهابيه اللي موجوده في تركيا اتكلمت على لوبان وعلى ماكرون ازاي. قالت ايه؟ مين بيقولوا ان احنا بنختار اخف الضررين، يا ماكرون يا الوليه لوبان. دي في الوقت ده مصر محتاجه الست، مش محتاجه ماكرون خالص نهائي. يعني مصر او النظام السيسي محتاج وصول لوبان، لكن هيقلق من ماكرون. انما الفرنسيين نفسهم بيقولوا انه اللي هو الانتخابات المره دي هي غالبا بكره الحد، هو اختيار اخف الضررين. الحقيقه مش عارفه وهو قاعد هناك مين اللي قال له ان مصر عايزه لوبان. مصر دولة، ربما هو ما يقدرش يفهم يعني ايه كلمة دولة، لان تاريخ شغله كله كان شغل فني يعني، فملوش قوي في السياسة، عشان كده دايما بيستخدمها من بوابة الصوت العالي والجعير والتجاوز اللفظي. خلونا نكون بس متأكدين، احنا لا كنا طرف من مشهد الانتخابات الامريكية ولا الفرنسية ولا الالمانية. في السياسة الدولية مهم جدا نذاكر الساكن الجديد للمقعد الشاغر. في حالة فرنسا احنا عايزين نعرف مين اللي هيبقى في الإليزيه، وفي الحالة دي سواء كان ماكرون هيتعامل ازاي واحنا هنتعامل ازاي، سواء كانت لوبان هتتعامل ازاي وهنتعامل ازاي. المسألة مش مين، لكن برضو هل هم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بيختاروا، وهم لما كانوا بيختاروا إيمانويل كانوا بيختاروا إيمانويل ليه؟ لأنه اسمه عجبهم، ولا لان الاوردر باعتبارهم قطيع جه من اللي انشاهم من اللحظه الاولى ورجعوا يشتغلوا وكانهم بيشتغلوا في الاراضي العربيه، يحضروا اتوبيسات ويشيلوا الناس علشان تروح تدي هذا التصويت. ايا ما كان الساكن بتاع الإليزيه احنا ما عندناش مشكله، فرنسا هي اللي الامور عندها هتاخد ملمح. علشان المسألة تبقى واضحة خلونا مرة تانية نروح للصحفي في الإذاعة الفرنسية من مارسيليا السيد خالد شقير. يعني خليني بمسي على حضرتك وبسألك،
فندم. مساء النور. يعني الإخوان بقنواتهم، بالمواقع بتاعتهم، بالمسجد الكبير، بالأوتوبيسات اللي بتتحرك، بتختار إيمانويل ماكرون. ده معناه إيه بالنسبة لكم في فرنسا؟ بتقروه إزاي؟ معناه إن واضح جدا إن هم في المرحلة الأولى لم يعطوا أي انطباع أو يعني إشارة للتصويت لجهة ما. جات لهم يعني الاوامر وجات لهم يعني المؤشرات لابد من التصويت لايمانويل ماكرون، ولكن ايمانويل ماكرون يعني ماري لوبان لما في المناظره سالته سؤال كان واضح جدا، ما هو علاقتك باليو اس او اتحاد منظمه الاسلاميه، ولماذا لم ترفض يعني مشاركتهم او اشارتهم للتصويت اليك؟ فهو يعني اهتز وقال بالحرف الواحد انه لم يلتقي باحد منهم، وانه لم يرفض يعني مناصرتهم، لانهم حتى هذه اللحظه لم يقوموا ب يعني مخالفه القانون الفرنسي. وقال يعني وكانت ضربه موجعه للاخوان المسلمين على فكره، انه قال انني ساقوم بفك هذه المنظمة في حالة عدم احترامهم للقانون الفرنسي، وأيضا استقبالهم لمفكرين وعلماء ممن يمثلون خطرا على السلام العالمي وعلى الأمن والأمان والسلام، ويستخدمون صيغة مشددة تجاه الإسلام. ولهذا يعني خطاب شديد اللهجة يكفر الآخر، ولهذا كانت هذه صفعة على وجه الإخوان المسلمين. وأعتقد أن ماكرون عندما يصل إلى كرسي الرئاسة هو لن يكون حاكما لوحده، فلن يملك يعني القوة إلا بامتلاكه في الانتخابات التشريعية القادمة الأغلبية في مجلس الشعب الفرنسي القادم. طيب، مهم جدا نجاوب على السؤال بتاع قنوات إعلام جماعة الإخوان الإرهابية اللي بتقول إن مصر بتدعم لوبان أيا مكان ساكن الإليزيه. ايه اللي مطلوب ان احنا نتعامل معاه؟ يعني ايه التوجهات اللي بتتقال؟ شوفي حضرتك، يعني انا طبعا يعني في الجوله الاولى انا على المستوى الشخصي كنت قلت ان انا سارفض ان يعني اعطي صوتي لماكرون لانه يناصر الصهيونيه العالميه، وكان له تصريح بان على الفلسطينيين تقديم مزيد من التنازلات من اجل الحصول على السلام مع اسرائيل وبعض من هذه الامور. وفي الاخر طبعا مارين لوبان، سواء مارين لوبان كما قلت حضرتك في المقدمه او ماكرون مانويل ماكرون، ايا منهم سيكون ساكن على في الاليزيه، مصر بلد كبيره، مصر يحترمها ايمانويل ماكرون كما تحترمها مارين لوبان. فاذا كان عندهم وهم جماعة الإخوان المسلمين بأن ماري لوبان أننا في مصر أو كمصريين في فرنسا نعطي صوتنا للوبان، فهم خاطئون. وأعتقد سواء كانت مارين لوبان هي التي تصل إلى يعني كرسي الإليزيه أو إيمانويل ماكرون، فمصر بالنسبة للاثنين لها مكانة كبيرة جدا. لا تنسي حضرتك أن مصر تتحكم في منطقة الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع الجميع. الأزمة الليبية تمثل صداعا كبيرا في الرأس الفرنسي. مصر إيمانويل ماكرون، وهذا سيضرب وسيصيب يعني الإخوان المسلمين أو اتحاداتهم ومناصريهم بضربة قوية جدا عندما يتعاون مع مصر في محاربة الإرهاب والتطرف زي ما تعاون معه فرانسوا هولاند. فسياسة هولاند وماكرون الخارجية تجاه مصر لن تتغير رغم حد كل حاقد وحسد كل حاسد من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريه. طيب سيد شقير، عايزين نتأكد من المعلومات اللي نقلنا جزء منها، فكرة الدعوات اللي خرجت من المساجد، توفير بعض المواصلات للناس اللي في أماكن ربما تكون بعيدة عن أماكن تصويت أو حاجات بالشكل ده. الجالية العربية الإسلامية في فرنسا كيف يعني تعاملت لصالح مرشح دون آخر؟
شوفي حضرتك، يعني الحقيقه ان مارين لوبان بتستخدم يعني خطاب عنصري ضد العرب والمسلمين، ولكن هناك كثير من العرب والمسلمين يعطون اصواتهم لمارين لوبان على فكره في الحركه من الاخوه في الجزائر وفي ايضا المسيحيين الشرق. ولكن اتحاد منظمه المنظمات الاسلاميه كما اشرت حضرتك وفر فعلا كثير وعمل نداءات للتصويت لماكرون. طبعا التصويت لماكرون ليس هو يعني محبه في ماكرون، ولكن التصويت لماكرون كان تصويتا ضد العنصريه، واعتقد ان توفيرهم جاء نتيجه طبعا تدخلات خارجيه. ماكرون نحب نطمن المصريين ونرسل رساله ايضا للاخوان المسلمين في فرنسا وفي اوروبا ان ماكرون يمارس عليه ضغطا كبيرا، وهو الان في اطار الحمله الانتخابيه او سيصل بعد لحظات سياسته ستتغير تجاه، هو مجبر ان يغير سياسته تجاه هذه الحركات، وبصفه خاصه ان رئيس مثلا اتحاد المنظمات الاسلاميه هو رمضان حديد حسن البنا. تمام. طيب مهم جدا اعرف على ماذا راهن يعني ابناء حركه الاخوان الارهابيه ومن على شاكلتهم، خاصه ان بريطانيا موجوده في خلفيه الدعم وحتى تقديم ايمانويل ماكرون نفسه. هل ده بيعني انه هيكون في دور اكبر لعدم تسميه جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، اللي هو الخلاف اللي حصل ما بين بريطانيا وامريكا حول هذا الملف؟ شوفي حضرتك موضوع التسمية، أنا أعتقد أنه هناك ممارسات تمارس على الأنظمة وبصفة خاصة الممارسات الاقتصادية، وجماعة الإخوان المسلمين والصهيونية العالمية يلتقيان في مصالح مشتركة اقتصادية كبيرة جدا. ماكرون كرجل أعمال كأحد العاملين في قطاع البنوك والشركات الكبرى أعتقد لن يدخل في هذا الأمر، ولكنه إرضاء للشارع الفرنسي وإرضاء لبعض من اليمين لأنه لا يملك أغلبية كما أشرت لحضرتك، وبيحاول عمل حزب وسطي ليكون ممثلا في البرلمان، وأعتقد أن فترة قصيرة أمامه سيستغل أيضا أو سيحاول أن يرضي حزب اليمين بمحاولة إبعاد واستبعاد وتفكيك بعض من هذه الجمعيات التي تستخدم يعني خطابا دينيا متطرفا، وهذا ما سوف تثبته الأيام، وهذا ما سوف تثبته الأيام لحركة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة. وأيضا التقارب مع مصر سيكون على المحك، وأعتقد أن مصر ستكون من أهم الدول التي ستتعاون جديا مع فرنسا. طيب. في المرحلة القادمة خليني أسمع منك كلمة أخيرة حوالين التوقعات، يعني أو توقع حضرتك قراءتك من حركة التصويت، وحسب اللي بيتقال يعني النسب بقت أكثر من 65%، وده معناه إيه بالنسبة لك؟ يعني أنت بتقرأ أن ساكن الإليزيه ايمانويل ماكرون زي ما الكل بيرجح؟ بالتاكيد ايمانويل ماكرون سيكون هو الرئيس الثامن في الجمهوريه الخامسه لفرنسا بعد اقل من ساعه، واعتقد ان فرنسا في المرحله القادمه ستكون يعني على المحك امامها كثير من التحديات، التحديات ليست داخليه فقط والمشاكل الاقتصاديه، ولكن التحديات العالميه والمعسكر الروسي الامريكي الذي يحاول كلاهما الوقوع او الايقاع بالاتحاد الاوروبي لمصالح اقتصاديه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد خالد شقير الصحفي بالاذاعه الفرنسيه، تحدث الينا من مارسيليا، والحكايه واضحه لان بين السطور ما يهموش غير الجزء المسكوت عنه اللي ما كانوش عايزيننا نشوفه. خلونا طول الوقت نبقى فاكرين انتهاء الانتخابات الامريكيه بهذا الشكل خلى من يديرون دفه العالم يشتغلوا على الانتخابات الفرنسية علشان يبقى فيه مرشح اللحظة الأخيرة اللي بينزل، وبينزل وهو جاهز بالمال وبالأدوات وبالأصوات اللي فيه أتوبيسات بتاخدها، ومش مهم خالص إنه يدعم الصهيونية العالمية ولا يبقى عنده موقف ضد فلسطين، لكن يقدروا يخاطبوا قواعدهم ويقولهم لا ده بيقول كده كده وكده يعني، ويضحكوا عليهم وبيرجعوا يزعلوا لما نسميهم جمهور القطيع اللي مش عايزين يشغلوا ما ميزنا الله به العقل. أيا ما كان ساكن الإليزيه، مصر دولة عبأت مكانها في الإقليم،
تمارس إرادتها، لديها ملفات مهمة بالنسبة لدول البحر المتوسط، ليبيا أمر مهم، وتذكروا كل اللي قلناه في الملف الليبي، وتذكروا أكتر إنه عندما يتحرك المكلف فهو يعلم تماماً أين يضع قدمه وفي أي توقيت ومتى يصمت ومتى يتحدث، ودورنا هو الثقة فيه. دايماً دايماً حطوا المسألة دي في ذهنكم، والمعلومات المغلوطة أو الأسئلة المتسرعة أو حتى الأداءات الإعلامية سواء في الصحافة أو في الفضائيات، كله هيكلمكم إن الحالة المصرية اللي بتستدعى في الانتخابات الغربية محدش بيقف عندها، ومحدش بيربط ما بينها وما بين حركة هذا القائم على عملية التغيير في الخليج، وبيتكلموا على الخليج بوصفه دايما هو الحصالة والفلوس، مع إن ترامب جاي تقريبا يخلص على اللي باقي، لكن بقدرة يعني عقل الدولة المصرية على الوقوف على التفاصيل والمعرفة وأداؤه الهادئ، بتقول إن اللي جاي مصر بتلعب فيه دور، حتى لو دور بعيدا عن أضواء الإعلام والكاميرات. علشان كده هنربط ما بين هذه الحالة وما بين الحركة المكوكية في دول الجزيرة العربية والخليج العربي بعد الفاصل. كل الخير، برجع لحضراتكم. والحقيقة الجميع بيحاول يعرف الزيارات المكوكية بتاعة الرئيس لمنطقة الخليج، هل هي محاولة إيجاد فرصة أخيرة لمشروع عربي موحد؟ يعني البعض زي الكاتب الكبير عبد الرحمن الراشد راح واستبق ان حلف للناتو في مواجهة حلف وارسو، هل المسألة بتروح للنوع ده من الاستقطاب اللي بيخدم على الأجندة العالمية، ولا المسألة فيها أمور أخرى مختلفة؟ خلوني أقول لكم مثلا الأستاذ أحمد الجرالة كتب إيه النهاردة، يعني ودي مهمة، يعني على تويتر قال فيه ان في الخليج كله نعرف يا ريس سيسي انك اول رئيس مصري لم تعين بالوراثة او بترتيبات جهنمية، بل جئت بانتخابات شفافة ونقي، انت وجيشك انقذتمونا من الاخوان. ده الاستاذ احمد الجرالة. خلوني اروح سريعا للكويت واسمع من الاستاذ محمد صالح السبتي الكاتب والمحامي. يعني سيد محمد، خليني اقول لحضرتك، تكهنات كثيره، هل لديكم انتم من هناك من الكويت اي تخمينات خارج محاوله ايجاد مشروع عربي موحد؟ هل الارض جاهزه لمشروع عربي موحد؟ بالنسبة لي أظن أن المسألة لا ننكر أننا اليوم أمام نواة اتفاق عربية تشكلت من دول الأردن والمغرب وانضوى تحت لوائها بعض الدول. هذه النواة آتت أكلها سريعا في كثير من الأمور ابتداء من مصر وغيرها كذلك. لذلك أظن أن فخامة الرئيس اليوم يريد أن يحافظ على هذه النواة من أي تصدع. دعيني أكون شفاف جدا في الجواب على هذا السؤال. نحن لا نتمنى أن يكون هناك تطابق في الرؤى، لأن هذا من ضرب المستحيل، لا يمكن بحال أن يكون تطابق الرؤى، لكننا نتمنى أن تكون هناك سياسة عربية موحدة إلى حد ما تجاه أي حلف عالمي أو تجاه أي تحرر غربي تجاه دولنا، وهذا ما توافق. دعني أكون شفاف أكثر، نحن لا ننكر ولا يجب أن ننكر أن هناك اختلاف الرؤى ما بين مصر والسعودية في ملفات اليمن وسوريا. تمام. دعني أقول كخليجي يجب أن نعترف وأن لا ننكر أن هناك اختلاف الرؤى بين الإمارات والسعودية اليوم داخل اليمن. تمام. هذا الخلاف مسألة أظنها عادية جدا، يجب أن لا تؤثر في اتخاذ موقف سياسي. المسألة التي أظن أن فخامة الرئيس يريد أن يسوقها في الخليج أو غيره، وبصفتي خليجي أقول كذلك، الرؤية المصرية
بانت بعد عدة سنوات أنها هي الصائبة. على الأقل في مسألتين، في الملف السوري والملف اليمني، يجب على السياسة المصرية اليوم أن تسوق لهذا. بعض الكلام يصلح للتنظير أو للخطب، وبعضه يصلح للعمل. صحيح. كانت واضحا أن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية واليمنية هو الموقف الصائب. لعل الرئيس السيسي يسوق لمثل هذه الأفكار اليوم، خاصة وأننا بان لنا في الخليج على الأقل أخطاء بعض المواقف التي اتخذت سواء تجاه سوريا أو اليمن. أظن أن هذه التشكيلة، الحفاظ على هذه النواة العربية، بيان ضرورة الاستفادة من تلك الأخطاء التي وقعت يعني تجاه سوريا أو اليمن، خاصة بقرب زيارة السيد ترامب إلى المملكة العربية السعودية مجتمعا مع دول الخليج كذلك. تمام. المسألة الثانية، تفضل. إذا سمحتي لي، المسألة الثانية والتي أظنها أكثر من ضرورية اليوم على مصر وعلى غيرها كذلك، تسويق مشروع اقتصادي، تكامل اقتصادي بين الدول العربية واشتراط التكامل السياسي. الاقتصاد سوف يجلب لنا كثير من المنافع بما في ذلك التوافق في الرؤى السياسية. نحن للأسف كأمة عربية نسينا هذا التوافق، نسينا هذا التكامل، نسينا أن نكمل بعضنا بعضا على الأقل في الأمور الاقتصادية. وأنا على يقين، بل الدراسات تقول هذا، أنه سوف يأتي بعد هذا التكامل الاقتصادي سيل من التكامل. أنا دائما أضرب مثل أقول يعني يا جماعة لا نقصر بنفسنا ولا بقوتكم البشرية. شركة نسلة سويسرية، نسلة شركة مواد غذائية، ميزانيتها قريبة من ميزانية دولة الكويت. شركة نسلة المواد الغذائية توظف في شركاتها ما توظفه دولة الكويت، حكومة دولة الكويت. لذلك أظن أن على مصر اليوم وعلى فخامة الرئيس تسويق مثل هذا المشروع في الدول العربية والخليجية يعني. طيب، هل بتعتقد انه اللحظة يعني مناسبة لإيجاد هذه الحالة التوافقية حول على الأقل بعض الرؤى وبعض الملفات الرئيسية، خاصة زي ما حضرتك قلت انها بتستبق زيارة ترامب، واحنا شايفين العالم كيف يتحرك ويتقاسم مناطق النفوذ حتى في الانتخابات التي لم تعد مجرد يعني انتخابات يختار فيها شعب، هناك أدوات كثيرة يتم اللعب بها في أراضي الانتخابات كما شاهدنا في المشهد الأمريكي وفي المشهد الفرنسي. هذه الخطوة سيدتي الفاضلة ليست يعني وقتها مناسب فقط، بل هي ضرورية اليوم. نحن أمام معركة بقاء. كانت مصر في يوم من الأيام أمام معركة بقاء، اليوم الخليج والدول العربية أمام معركة بقاء. هذه المرحلة أخطر بكثير من مرحلة ما بعد الثورة العربية الكبرى ومعاهدة سايكس-بيكو. نحن اليوم علينا أن نكون، وقد لا نكون يوما من الأيام، خاصة وأن الغرب قلب لنا ظهر المجن في كثير من الأحيان. لذلك الخطوة ليست مناسبة فقط، الخطوة ضرورية. ليس لنا خيار إلا من اتخاذها، أن نكون في مرحلة سياسية متوافقين مع بعض إلى حد ما، أن نتجاوز عن خلافاتنا السياسية وأن نتقبلها أيضا. أظن أن هذا هو المشروع المصري اليوم في المنطقة، هي الحفاظ على هذه النواة لأنها ضرورة، لا لأن وقتها فقط مناسب. زيارة السيد ترامب، أنا قلت هذا على قناتكم الكريمة، اليوم مصر والدول الخليج كذلك وكثير من الدول العربية خرجت من مرحلة إما نركب أمريكا أو لن نركب. هناك تحالفات فتحت في روسيا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في كثير من الهند، الصين، نوعت هذه الدول تحالفاتها. لكن نحن نعلم مدى خطورة هذه الهجمة الغربية والخطة التي توجه إلى دولنا. لذلك أقول وأنا صادق في هذا، نحن أمام معركة بقاء. طيب، بشكل سريع جدا، في المجالس الكويتية يعني ما الذي يتم تداوله؟ الرؤية اللي حضرتك بتقولها رؤية تدعو للتفاؤل، لأنها بها درجة عالية من النضج السياسي والقدرة على الرؤية ما بين سطور ما يحدث. هل يعني هل ده حاضر في المجالس في الكويت؟ يعني في عدد كبير لديه نفس الرؤية، نفس القراءة؟
يعني أجيبوا على هذا السؤال بنصه في فمي. للأسف شعوبنا العربية ما زالت يعني بعيدة عنها مثل هذا الوعي. يعني سريعا سوف أذكر مثال لا نقدا ولا مدحا، ما ذكر سو حماس في بيانها الأخير اعترفت بما رفضت أن تعترف فيه خلال 30 سنة كونت فيها حركة فتح المجلس الوطني الفلسطيني منذ 88، ثم عادت إلى هذا الرأي. هذا حال شعوبنا للأسف، بل وهذا حال حركاتنا السياسية التي تتاجر إما بالدين أو بقضايانا. قلت أجيب على هذا السؤال بغصة في فمي، شعوبنا يعني تحتاج إلى كثير للوعي حتى تعي ما يحدث، وهذه الخطوات التي قد نستنكرها من بعض الحكومات ثم يستبان أنها هي الصواب. تمام، الآخر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب والمحامي الكويتي محمد صالح السبتي، وقراءة يعني دقيقة جدا لما بين السطور، وعلشان كده أعتقد أن الجهد الحقيقي اللي هو ختم بيه أنه كلنا محتاجين نبذل مجهود في الوعي، مش في الشوشرة، في الوعي مش في الصوت العالي، في الوعي يعني مش أي أسئلة مغلوطة أو خطأ. الرئيس بيشتغل سياسة واستراتيجية، لأن الإقليم في لحظة دقيقة ما بيشتغلش لا فلوس ولا بيزنس ولا قانون استثمار. إلى اللقاء.